في تعز الكثير من قصص النضال للطلاب الذين التحقوا بركب الدفاع عن اليمن والجمهورية، فكانوا سدا منيعا أمام جحافل الميليشيا التي لقت مصيرا مأساويا لم تكن تتوقعه. اليوم يتماثل سامي للشفاء جراء إصابته بلغم زرعته ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، كما تتماثل مدينته مما تعرضت له من عدوان. نتابع التفاصيل. سامي الوحش أحد أفراد المقاومة الشعبية في 22 من عمره، التحق منذ بداية الحرب بصفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للدفاع عن مدينة تعز. وبما أن سامي من أبناء منطقة حسنات في الجبهة الشرقية من المدينة، فقد كان سباقا ودليلا لتحرير المنطقة. في الحسنات زرعت ميليشيا الحوثي والمخلوع الألغام، وبنسبة كبيرة فكان نصيب سامي واحدا من تلك الألغام التي أدت لبتر رجله. تقدمنا لنأخذه نعرف أين هو، وهو قال زحف لابن شجر ومغطى عليه، وكنت أبحث عليه أدوره وحصلته يدعي لي أنا هنا حسام، أنا هنا أشوف أين هو، أعني أبحث عنه وهو بن شجر، أشوفه وهو مبتطح على الأرض، وسرحت لعنده أشوف إيش في به، يعني قزعته وأنا معي إبرة حق النزيف. يواصل سامي متابعة العلاج وإجراء عمليات متتالية لرجله حتى يتم تركيب طرف صناعي على أمل أن يتغلب على جزء من إعاقته. لكن سامي وعلى الرغم من إصابته وحالته الصحية الحرجة التي يمر بها، لم يتوانى لحظة واحدة عن زيارة أصدقائه في الجبهات لرفع الروح المعنوية لديهم وليكون دليلهم كما عهدوا. لسنة ونص بالجبهات المحافظة، ولي 6 شهور بثعبات، هذا معنا منطقة حسنات، أصلا من الحسنات، ودخلنا نهجم على حسنات أم كلكيل ودعسنا اللغم، و يعني ما احنا مصدقناش ان دعس لغم، كنا حاجه كبير بس ربك اراد اللغم. ومن بعد اللغم نزلنا المستشفى وعملنا العمليه، ما استبرش العمليه سال الناس، وعملنا عمليه ثانيه مشان الرجل الصناعي مشان نعود للجبهه ثانيه، ولان احنا نطلع للجبهات واحنا كذا نرفع معنويات الوحوش المجاهدين. لم يجد اليمنيون من حرب ميليشيا الانقلاب التي استهدفت المدن والأرياف سوى كثير من الجرحى والمعاقين الذين ستظل تداعياتهم مستمرة لزمن طويل في ظل غياب الإمكانات لتوفير أطراف صناعية مناسبة وبحجم المأساة. عدد الجرحى المبتورين 134 جريح. معاناة الجرحى، هناك جرحى يحتاجون إلى علاج في الخارج ولم يتمكنوا من السفر، هذه المعاناة أولى. جرحى يحتاجون إلى أدوية ومستلزمات طبية وهي غير متوفرة. جرحى يحتاجون إلى عمليات داخل البلاد داخل اليمن، وهناك غير توفر للكوادر الطبية المؤهلة لإجراء هذه العمليات. استمرار حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع على ما تبقى من محافظات بعد عامين من المعاناة سيرفع معاناة البلد المنكوب في ظل إصرار الانقلابيين على إهراق مزيد من الدماء في سبيل تمرير مصالحهم الذاتية ومخططات طمس الهوية العربية لليمن، إلا أن صمود الشعب اليمني وبمؤازرة التحالف العربي أوشك على إعادة اليمن مستقرا وآمنا.